السلام عليكم البنات، جيت نطبق معكم رشيمه بهذا الموضوع كما وعدتكم المره الفايته. نبداو على بركه الله. نتوما كتشوفوا نتوما كنضرب وسط الوسط ديال الموزونه. انا نوريكم نتوما كتشوفوا كنضرب الابره في الوسط الموزونه. نتوما حاولوا البنات على يديكم، هانتوما كاين الوجه الحرش وكاين الوجه الرطب. غادي نخدموا على الوجه الحرش. الوجه الرطب كيكون لتحت، هانتوما كتشوفوا كنشوفوا الثقبه ديال الموزونه، وكنحاولوا نضربوا في وسط منا واحد جوج ولا ثلاثه الغرزات باش كنشدوها. كنبقاو ماشيين كندوروا الورده، كنبقاو كنعمرو على شكل وريضه. كنهزو الموزونه كنشوفو لها الوسط ديال التقيبه ديالها، وكنحاولو نضربو فيها واحد جوج ولا ثلاثه الغرزات. نتوما كتشوفو الوجه دائما الوجه الحرش هو اللي كيكون من الفوق البنات. نتوما ديما كنشوفو الوجه الحرش، كنضربو جوج ولا ثلاثه الغريزات باش كنبوانتيو الموزونه. صدقوني البنات انا راني خدامه غير بشويه، هي راه ساهله في الخدمه، كتجي بوانتيه بحال الخدمه ديال اليد، شي حاجه ساهله بالماكينه كتجي سهله على اليد. هانتوما كتشوفوا ديما كنشوفوا الوجه اللي حرش هو الفوقاني، والوجه الرطب هو التحتاني في الموزونه. طبعا هانتوما كتشوفوا كنبقاو هكا حتى كنكملوا الورده كامله. وحنا كندورو ديما جوج ولا ثلاثه الغريزات وحنا ماشيين. انا بغيت نتشارك معكم هاد الرشيمه، كنت غادي ندير معكم واحد الحصه ديال التعلم، ولكن قررت انني نتشارك معكم بعد هاد الرشيمه في الاول. هانتوما كنبقاو ماشيين حتى كنكملوا الوسط، حتى كنكملوا الورده كامله. وما تنساونيش البنات، ما تنساوش اللايك، ما تنساوش الاشتراك في القناه، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. كنتمنى انكم تدعموني باش ان شاء الله باذن الله نزيد القدام وباش نعطي اكثر. كنتمنى من الله انني نكون عند حسن الظن ديالكم، وان يكون الشرح ديالي مبسط. كنتمنى انكم تدعموني باش نقدر ان شاء الله باذن الله نزيد القدام ونعطي اكثر واكثر. صدقوني بزاف الافكار باغا نتشاركهم معاكم، كنتسنى غير الدعم ديالكم ان شاء الله باذن الله باش نقدر نعطي اكثر. وان شاء الله غادي تكون حصص ديال الخياطه. هانتوما كتشوفوا غنكملوا الورده. انا راه الفيديو خليته كما هو، ما حاولتش انني نقص منه بالنسبه للموزونه، حيت راه بعض المرات فاش تكونوا خدامين كتنقز الموزونه ولا شي حاجه. دابا الفكره الخطيره هي غنخدموا بجوج خيوط ديال الصقلي، غنخدموا البنات الكارتي. بداو على بركه الله، انا راه خدامه بجوج ديال الخيوط ديال الصقلي بالذهبي وبالنقري. علاش كنت شحال هادي كنخدم بجوج المرات، كنخدم الذهبي بوحدو وكنعاود نخدم مثلا النقري باش كيعطيني الكارتي، ولكن دابا انا خدامه بجوج. الا كتلاحظوا شوفوا الخدمه كيفاش كتجي غزاله البنات، كتجي منفخه وكتجي عاليه، كتجي الخدمه زوينه بجوج ديال الخيوط. غير هو شنو فيها شويه ديال العذاب، ماشي مشكل، صبروا معاها، ولكن غتعطينا النتيجه زوينه بزاف، غتعطينا الخدمه منفخه وفي نفس الوقت البنات كتعطينا الكارتي.
الماكينه انا عمري ما جربت انني نخدم جوج الخيوط الصقلي، ولكن منين خدمت بيهم البنات جات روعه، جات غزاله. فكره خطيره انك ديري جوج ديال الخيوط ديال الصقلي، كيعطيوك في نفس الوقت كتعطيك الخدمه منفخه وغزاله، وفي نفس الوقت كيعطيك الكارتي. شوفوا البنات كتجي الخدمه منفخه ومورده غزاله. شوفوا النوايات كيجيو منفخين، صدقوني البنات مباشره كيجيو غزالين. كنتمنى انكم تسمحوا لي على مثلا على التصوير، ولا تقطعت شي حاجه، ولا غير تسمحوا لي، انا راه باديه جديده وكنطلب السماحه منكم بزاف بزاف. ان شاء الله الخير القدام غنبقى ننزل لكم فيديوهات معوطين مريقلين. كنتمنى ان الافكار اللي عندي انتم كتشوفوا، شوف كيفاش كتجي الشجيره هذه كنعمروها البنات الداخلاني غير بالعزفه. وعلى فكره البنات بامكانكم انكم مثلا تذهبي بوحدو وديروا جوج خيوط، غنخدموا دابا هاد النوايات. تذهبي بوحدو البنات ديروا جوج خيوط، واخا كيعذب واحد شويه ما كيقطعش بزاف. انا راه حيت خدامه الحرير، حرير رطب بحال كي هذا بحال كيتفزر واحد شويه، ولكن راه تجي في الخدمه تجي غزاله بجوج ديال الخيوط ديال الصقلي. ممكن تخدموا الذهبي البنات جوج خيوط نحاسي، جوج خيوط ماشي بالضروره غير الكارتي، كتعمر الخدمه فواحد السرعه يعني محدده. يعني واحد مثلا غتبقى ماشيه المرمه كتكسيري غير شويه تتعمر لك النوايا، كتكسيري غير شويه تتعمر لك الورده، كتمشي واخا مثلا كتخدمي الخدمه غير بشويه تتعمر لك الورده دغيا. العكس ديال خيط واحد، كنعرفوه البنات ان الصقلي ما كيعمرش دغيا، ولكن مي كنخدمو بجوج خيوط كتجي الخدمه غزاله. غنخدمو الزطيمات، ديك الزطيمه في زطيمه على شكل ديال الخدمه ديال اليد، زطيمه وسط زطيمه، كنبقاو ماشيين حتى كنكملو هاد الوسط ديال هاد النوايات. غير غتولفو البنات تخدمو بجوج ديال الخيوط في الماكينه، غتجيكم الخدمه عاديه، غتصبروا معاها في الاول. وراه واخا هذا كتقطع مره راه كيتقطع النص قلي، ولو ما كيكونش جوج ديال الخيوط بعد المره راه كيتقطع السقلي، ولكن جوج خيوط الخدمه ديالها غزاله. انا دائما البنات كناخذ جوج بوبينات ديال السقلي، منين بديت نخدم بجوج ديال الخيوط في الصقلي مثلا الذهبي، كناخذ جوج بوبينات. نتوما كتشوفوا البنات كتجي الخدمه غزاله عامره. هنخدموا هذا الاطار، كناخذ جوج بوبينات البنات من كل صقلي، باش مي كتكون عندي البياسه كنخدم بها بجوج خيوط بالخصوص المبره. المبرة البنات كتجي غزالة بجوج الخيوط، مبرة مي كتخدميها بجوج خيوط ديال الصقلي كتجي غزالة، كتجي منفخة. كتعرفوا بأن غنكملو هاد الإطار، كتعرفوا بأن البنات المبرة عندها ديك اللحمه ديال التوب، مي كنكسير مي كنخدمو واخا كنكسيري وسقلي كتجي شويه كتجي يعني داك المبره ديال داك اللحمه ديالها كتجي ديما طالعه على الطرز. ولكن البنات مي كنخدمو بجوج خيوط ولو كنكسيري غير شويه كتجي الخدمه غزاله في المبره.
صدقوني الا جربتوا الفكره ديال انكم تخدموا بجوج ديال الخيوط ديال السقلي معمركم تعاودوا تخدموا بخيط واحد، ما كتجيكمش انكم تخدموا بخيط واحد مي كنتجربوا انكم تخدموا بجوج، حيت كتولفوا داك الخدمه عامره وموردة. ندوزو لهاد، شتو البنات غادي ندير هنا السقلي مهرس وسط هاد العشيوشات، ودوك الساعة نتشاركو معاكم. كنبقاو ماشيين بتدوار المرمى، كنكملو هادي. سمحوا لي البنات تقطع لي الفيديو، سمحوا لي بزاف. هادي خدمنا هاد الوريقة بتدوار المرمى، كنتمنى انني نوصل لكم الفكره، كندير الجهد ديالي وكنتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالكم. انا اللي كنقدر عليه كنتشاركوا معكم وكنبسطوا لكم، كنحاول انني نكون عند حسن ظنكم. هادو كنخدموا مع البنات هاد الوريقات بتدوار المرمى. خدموا هاد كتجي الخدمه عامره ومتقونه، الخدمه منفخه البنات فوق التوب. خدموا هاد النوايات ولو كتمشيو غير بشويه البنات، واخا غير بشويه كتجي الخدمه عامره ومتقونه، وهذا هو الاهم في الطرز. راه خصها تجي الخدمه من فوق التوب، كتجي منفخه على فوق التوب. انا بغيت نتشارك معكم هاد الرشيمه، راه غادي نكملوا هاد النوايات. راه كنت غادي نخدم معكم واحد الشكل ديال واحد شويه ديال الخطفه وديال شي دروس من ديال البدايه ديال التعلم ديال الطرز، ولكن قلت نتشارك معكم هاد الرشيمه تشوفوها تاخذوا فكره، واللي يعني واللي عنده مثلا يستافد من هاد الموزونه، يستافد من هاد الفكره ديال جوج ديال الخيوط ديال السقلي. كنكملوا هاد العشيش هذا، هنا غندير السقلي، خليت لي سباس ديال المهرس. كنتمنى انكم تقبلوا على الشرح ديالي، انا قلت لكم انا في البدايه، كنتمنى انكم دعموني باش نقدر نزيد القدام ونجتهد في هذا الشيء. هذا كنتمنى انكم ديروا اشتراك للقناه ديالي، تبارطاجيو مع الناس العزازين عليكم. كنتمنى انني كون عند حسن الظن ديالكم، وشي حاجه انا كنتشارك معكم الامور كما هي. كنتمنى ان شي حاجه تكون عندي تفيدكم. هذا هو الشكل النهائي البنات، وسمحوا لي الفيديو تقطع لي. مهم هاد انتما كتشوفوا هاد النوايات عامرين، هاد العشيوشين كيجيو عامرين، نوايات هاد الوريده انتما كتشوفوا كما البنات. هذا هو الشكل النهائي، وتسناوني في درس جديد ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.